والنهارده اتعمل الاجتماع الرابع لمجلس امناء الحوار الوطني بمقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب لمناقشه موضوعات المحور الاقتصادي. توافق المجلس على عدد 7 قضايا في المحور الاقتصادي. اولها اكيد وابرزها وهو القضيه الملحه التضخم وغلاء الاسعار. ايضا قضيه الدين العام وعجز الموازنه والاصلاح المالي. كمان أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وحط بقى الحتة دي تحتها مليون خط، والعدالة الاجتماعية. خلينا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا أستاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك. عامل يا فندم، تحياتنا ليك يا سياده النائب. استاذ عماد، يمكن في جلستكم الرابعه وجلساتكم الطويله المضنيه بلا كلل ولا ملل ولا تعب، النهارده كانت جلسات المحور الاقتصادي، وعرفنا انكم قسمتوا المحور الاقتصادي ل7 محاور رئيسيه. يمكن كلنا نهتم بمحور مهم او محورين مهمين، اولهم يعني العوام من الناس، اولهم التضخم، وأيضا أولهم صاحب أولوية مسألة العدالة الاجتماعية. نعم، أتفق معك تماما. يعني قد لا يدرك كثيرون في الشارع كلمة تضخم، هو بالنسبة له الموضوع ببساطة الأسعار غير الغلاء، يعني بياخدها بالحسبة دي. صح. وبالتالي يعني أستطيع القول أنه هذا المحور أو هذه اللجنة الفرعية من المحور الاقتصادي لم يستغرق إقرارها دقائق قليلة. لان في توافق جميعا على انه في مشكله في الاسعار، في اسعار مرتفعه في كل العالم، في مشكله اقتصاديه، في تضخم مستورد ومنعكس عليه محليا. القرارات بدايه اللجان الاخرى السته كان هناك جدل ليس على اهميتها ولكن حول هل تكون قضيه اساسيه او فرعيه او قضيه مرتبطه بقضيه اخرى يمكن دمجها او يمكن فصلها. لكن كان في تاكيد على انه لازم بعد مؤسسات الثمار الحوري 6 ساعات، انت تعرف تماما كيف تدير ضياء رشوان الجلسات الاردنيه 6 و7 واحيانا 10 ساعات الجلسه من 1 ظهرا حتى الساعة 6:30 تقريبا، ونحن في يعني نقاشات مهمه وعميقه ومحترمه وثريه ووطنيه. يعني الهدف الرئيسي منها كان فعلا الجميع يسعى الى الوصول الى اكبر درجه من التوافق الوطن. الى ان وصلنا الى باب الامان الحمد لله بال7 التي حضرتك تفضلت بذكرها. طيب هرجع على قضية أنا أظنها مهمة جدا في من ضمن المحاور السبعة الاقتصادية اللي حضراتكم كنتم بتتوافقوا عليها النهاردة، وهي قضية الاستثمار والصناعة، لأنها مش منفصلة عن مسألة غلاء الأسعار والتضخم من جهة، وغير منفصلة بطبيعة الحال عن مسألة العدالة الاجتماعية. تناولتم إزاي قضية الاستثمار والصناعة؟ هذه من اللجان التي كان فيها نقاش كثير، بمعنى انه استثمار هل هتحطه مع الصناعه ولا هيبقى وحده؟ هل الاستثمار هتحط الاستثمار معوقات الاستثمار ولا تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي؟ فكان في نقاش كثير على هذا الموضوع. طب دور الاستثمارات العامه هل هيبقى مع، الى ان وصلنا الى انه الصناعه تظل لجنه وحدها لانها قضيه في منتهى الاهميه من حيث اولا تشجيع الصناعه، تعميق الصناعه وتوطين الصناعه المحليه، ازاله المعوقات من امام الصناعه المحليه، وفي نفس الوقت تفرد مساحه كبيره للاستثمار العام والخاص، الاستثمارات العامه واولويتها، ثم وهنا مقصود بها طبعا توجيه الاستثمارات الى قطاعات مختلفه، ثم كيف يمكن لك ان تشجع الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي وتدير كل معوقات امامها. وكما تعلم هذه القضيه بالأمانة ليست مشكلة أو وليدة اليوم، هي قضية طبعًا. يعني أنا يعني من سنة 6 ابتدائي وأنا أسمع عن ضرورة إزالة معوقات الاستثمار وتسهيل الاستثمار وقتل الروتين ومحاربة الروتين، لكن المهم أن نصل إلى يعني إن شاء الله حلول أو مخارج. ما فيش حاجة هتتحل بسهولة بالمناسبة في القضايا الاقتصادية، يمكن لنا أن نتوقع أن يبقى فيه حلول سياسية سريعة ربما، لكن الاختصاص هيحتاج الى جهد. المهم ان نصل الى توافق عام، وبعد كده ان شاء الله ترفع تصريحات للسيد الرئيس بيتخذ ما يرغب ملائما بقرارات او
التشريعات. طيب وهذا ما تم التوافق عليه في المحاور السبعة، ماذا عن المختلف عليه؟ لم نختلف على شيء. الله أكبر. يعني اختلفنا على نقاشات على يعني هنحط مثلا الصناعة والزراعة في لجنة ولا دي لجنة ودي لجنة مثلا، مجرد التصنيف النوعي يعني. بالضبط، لكن في النهاية توافقنا. معنى أن يصدر البيان معناها أنه كان بالإجماع، لأنه النقطة المهمة أن أنا قلت عليها لحضرتك في آخر الاتصال كان هو ما فيش تصويت، في توافق، وده شيء مهم جدا. حلو جدا، أنا بشكرك جدا. الاجتماع الجاي إمتى صحيح؟ الاجتماع الجاي يوم 27 إن شاء الله، السبت 27. السبت 27 أغسطس. طب مرتقب الحوار يطلع على إمتى؟ طيب بص، الجلسة الجاية مهمة لأن هي هتختار المقرر والمقرر المساعد لكل لجنة. حلو. يعني إحنا عندنا 15 لجنة فرعية في المحاور الثلاثة. فدول مقرر ومقرر مساعد اثنين، ف 15 ب 30، وفي ثلاث مقررين وثلاث مقررين مساعدين للمحاور الثلاثة، يعني 6 36. دي نقطة مهمة جدا، لأن اختيار ال 36 دول هم اللي هيديروا النقاشات بمساعدة مجلس الأمناء، وبالتالي انا اتصور ان يبقى في جلسه فرعيه والتوافق عليهم مهم بين كل مكونات المجلس الامناء وكل مكونات المجتمع المصري المنهمكه في الحوار. وبالتالي انا اظن حسم هذه القضيه، حسم قضيه الامناء والامناء المساعدين او المقرر اسف المقرر والمقرر المساعد، ده يعني امل ان يتم قبل نهايه اغسطس، وبالتالي نقدر ندخل في صلب الحوار مباشره ان شاء الله. طب ايه المعايير اللي هيتم بناء عليها اختيار المقررين والمقررين المساعدين؟ هذا سؤال في منتهى الاهميه، لا استطيع ان استبق الاجابه عليه، لانه ده اللي هيبقى رهن النقاش في الجلسه الجايه. انا اظن بطبيعه الحال انه يبقى عنده خبره، رؤيه، فهم، توافق عام على، يعني مش هجيب حد يتكلم عن الاستثمار ومش فاهم يعني استثمار، او حد يتكلم عن التضخم ومش فاهم ايه تضخم وعنده صحيح. رؤيه والجميع يشهد له بها، دي نقطه مهمه جدا. صحيح صحيح. طب أشكرك جدا 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 الأستاذ عماد الدين حسين، كاتبنا الصحفي الكبير، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. إذا نحن جميعا على ميعاد يوم 27، بحيث أنه نقدر تكون اتحطت المعايير المختلفة لاختيار، وخد بالك من كلمة المعايير تاني، اتفقنا فيما اتفقنا عليه أن كل حاجة هتحصل في الحوار الوطني منذ لحظته الأولى بإيه؟ بأنها بتتم على مرأة ومسمع من الجميع، ما فيش حاجة مستخبية من اللحظة الأولى، وإحنا بنشوف الحاجات وهي معلنة على الهواء مباشرة. الجلسة كانت تزاع ومبثة بثا مباشرا على القنوات وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى كل حاجة، وبالتالي الطبيعي أنه تتحط معايير دائما للاختيارات، هتتحط المعايير إن شاء الله، وبناء على هذه المعايير يتم اختيار المقررين. يعني يا جماعة بالآخر كده، الاختيار ما هوش بالحب، الاختيار بمعايير واضحة، ودي أهم حاجة بتساعد في إيه؟ بتساعد في مسألة إنجاح هذا الحوار الوطني الهام. في ناس كتير تيجي تقول إيه مثلاً، أنا قريت بعض المقالات لبعض الكتاب والأساتذة الكبار اللي أنا أتشرف الحقيقة بصداقتي ليهم وبتلمذي على إيدين بعضهم كمان، لكن استعجال مسألة إطلاق الحوار ما هياش في مصلحة حد، لأنه بعض المقالات بتتكلم على إيه؟ وأين الحوار الوطني؟ ومتى تنطلق جلسات الحوار الوطني؟ هلموا بنا إلى الحوار الوطني. هو بالمناسبة استعجال الحوار الوطني مش في مصلحة حد، لا في مصلحة المعارضة ولا في مصلحة الموالاة، لا ده له مصلحة، ليه مصلحة ولا ده يبقى له مصلحة، غلط غلط. ده لازم كل حاجة تتم بمنتهى الدقة، والحرص، كل الحرص على هذه الدقة، علشان لما يطلع الحوار الوطني أو بالأدق يبدأ الحوار الوطني، نبقى بنبدأ حوار وطني حقيقي وفعال وعميق ومؤثر، يطلع نتائج أو بالأدق توصيات، هي دي نتائج الحوار، توصيات فعلا خضع للتطبيق، تصلح لأن تطبق. لكن هنجري بسرعة وهنقلب الموضوع، يبقى لا، يبقى كده الحوار ده بيتعمل علشان ما يخرجش بحاجة. لكن الحوار بالأساس معمول علشان إيه؟ عشان يطلع بشيء. الحوار معمول بالأساس عشان إيه؟ عشان يبقى حوار جاد. الحوار معمول بالأساس عشان إيه؟ عشان يبقى حوار هادف وهداف، ويبقى فيه منه مخرجات لصالح كل بني آدم عايش جوه جمهورية مصر العربية، أو بالأدق كل مواطن مصري،
عايش فيها أو عايش في المهجر أو بيدرس برة أو بيشتغل في حتة جنبنا إلى آخره. الاستعجال عمره أبداً عمره ما كان بيجيب نتائج بالراحة بالهداوة. مستعجلين على إيه؟ القيامة مش بكرة، القيامة في علم الله.